فهد قبل شوي وانا اشوف اللقطات شفت سعد الحارثي قلت خلنا اسالك كيف شايف سعد الحارثي تجربته الان مع الهلال خروجه من النصر؟ جاء في بالي قبل شوي وانا اشوف الكوره اللي تروح وترجع الخطأ. والله يا تركي شوف اذا ما تحب تعلقها لا بالعكس انت في من لا بالعكس سعد صديق وزميل ولاعب كبير كنت احترمه واقدره والى الان انا احترمه واقدره واحنا في عصر احتراف لكن لو انا جيتها في رؤوس اقلام على 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 موضوع ما حدث لسعد فانا اقدر اقول ان النصر ما خسر انا اشوفها كذا ان النصر ما خسر والهلال ما كسب لذلك في الثلاث العناصر هذه انا اشوف اللي خسر هو سعد الحارثي انت تشوف الهلال ما كسب والنصر ما خسر في ظل هذه التجربه وما عملها في المعطيات في المباريات وفي الفرص اللي هو لعبها انا اشوف انه النصر ما خسر والدليل على ان النصر شوف كيف الى الان يلعب على النهائي والهلال لم يعني لم يخسر انا لم يخسر شيء فلا اعتقد اللي خسر هو سعد الحارثي تشوف سعد تحس انه عنده امكانيات ممكن يقدمها يعني من خلال متابعتك يعني تحس انه لو اعطي فرصه ثانيه الموسم القادم استمر ما حد يعرف في المستقبل شيء من خلال عطاء فني من خلال معرفتك بامكانيات اللاعب عند سعد الامكانيات يمكن قد اقول لك انه لم ياخذ الفرصه الكافيه لكن اعتقد انه يعني معطيات ما قدم انا ما اعرف انت لو صانع قرار في نادي الموسم الجاي تعطي سعد فرصه في النادي تقول خلينا نعطيه فرصه قصدك صانع قرار في الهلال اي ما اعتقد في ظل انه هل ما قدم الهلال في هذا الموسم ما اعتقد اني ساوقف على موضوع سعد في عندي نقاط اهم من هذا الموضوع طيب